بسم الله والحمد لله ولا إله إلا هو. من الفضائح الكبرى لا بني إسرائيل ولا الكنائس عموما ولا من يدعون الإسلام هم يقيمون الصلاة ويقيمون الزكاة. وهذا على كلاش ليبراليزم اليوم معناه غلا وجلاها، يعني اللي عنده أكثر حيل في أموال المغفلين هو اللي يزداد غنى، ويزيد البون الشاسع يكبر بين المشترين من غير الحق والفقراء بحكم جهلهم بالأمراء ماذا يخبئون لهم من أضرار اللسان. نسأل الله أن نكون دائما أبعد الناس عن أخطاء الملعونين الغافلين أصحاب الشياطين من إنس وجن. والسلام.